تمت مناقشة هذا الملف المهم جدا من خلال التعاون بيننا في رابطة العالم الإسلامي ووزارة الشؤون الإسلامية. سيكون هناك عمل من أجل مكافحة الأفكار المتطرفة والإرهابية، ولا سيما التصدي لشبهات هذه الأفكار وتفكيكها، لأنها زورت الحقائق، أساءت إلى الإسلام، شوهت صورة الإسلام لدى من لم يعرف حقيقة الإسلام. Jadi apa yang saya lihat hari ini seolah-olah satu bentuk kerjasama yang mungkin dapat kita lakukan dengan lebih tersusung, terutamanya dari segi bantuan-bantuan kepada mereka yang memerlukan. Begitu juga uslub yang dikenali sebagai dakwah yang penuh dengan manhaj wasati